في مباراة الأهلي تحديدا كان هناك أخطاء تحكيمية واضحة جدا ضد النادي الأهلي لو تفتكر الماتش ده 1-0. أيوة. المحلة كسب 1-0 ودي كانت يعني فترة صعبة جدا على النادي الأهلي. كنت دايما بتشوف الموضوع ده إزاي؟ بدليل إن أنت في بعض كلامك يعني أو من خلال كلام حضرتك قلت إن هناك بعض الأمور اللي حصلت زي مثلا ضربة الجزاء اللي بتحتسب في أواخر المباراة ضد فريق المحلة، هل شايف التحكيم المصري في مشكلة؟ لا بص، هو التحكيم عامة يعني ما بحبش اتكلم عن التحكيم يعني، بس هم في كان في كان في برضه احنا اتظلمنا كتير. ايوه يعني انا من اكتر الفرق اللي اتحسب عليها ضربة جزاء، حوالي اكتر من 10 انا ضربات سمعت عن حضرتك تصريح كده قلته. لا بس في ما قلتش، لا موضوع ضربة الجزاء اللي كانت بتاعت الاهلي وكده، لما قالوا ان في ضربة جزاء للاهلي كان الكابتن محمد معروف الحكم، لا كانت هي اتأولت غير كده يعني. قلت ممكن انا من بره ما اشوفهاش يعني، انا بره الملعب ضربه جزاء يا واطح محمد هاني، انا يعني انا ما قلتش برضه ضربه جزاء صريحه يعني، انا قلت ايه ممكن تتحسب وممكن ما تتحسبش يعني، في حاجات من دي كتير بتحصل يعني، لكن انا كضربه جزاء وانا شايفها ما شفتهاش من بعيد يعني. لكن انت واقف الناحيه الثانيه. لان احنا كنا الجهه الثانيه، هو كانت في نص ملعب اللي كان في المحله كان بيلعب دكه النادي الاهلي يعني، ف اتأولت اللي انا بقول في ضربه جزاء للاهلي وكام، لكن انا ما عمري ما اقول كده يعني. لا طبعا هو في مدير فني حتى لو راجل جزاء، لكن ده انا بقول لك انا عانيت السنه دي من في ماتشات كتيره اتظلمت فيها، فانا مش شايف ان احنا برضو ما كناش نستاهل ان احنا يتحسب علينا ضربات الجزاء دي كلها يعني. انا في ماتش الانبي ضربه جزاء مش عارف اتحسبت عليا واحنا كسبانين 1-0، ماتش سيراميكا ضربه جزاء في ضربه جزاء جت في ايد اللاعب بتاعنا غصب عنه انا يعني، بس طبعا دلوقتي القانون ما فيش فيه في خلاص انت بتنفذ القانون وخلاص، طبعا طبعا الحكام طبعا يعني برضو الواحد يعني هم خط احمر يعني، الواحد يعني طبعًا. الواحد حتى ما كان بيجي يعترض عمر بس ما اعترضت بشكل مثلا يبقى في مشكله. لا حضرتك من المديرين الفنيين المحترمين الحمد لله، فبقى الامور على الفرقتين يعني. طب لو انت معاك الفار دلوقتي وشايف الكره دي هتقول ايه؟ طب اشوفها كده على بص، لا هي واضحه يعني يا كابتن خالد، مش انت ممكن فعلا وانت واقف في الملعب هتبقى صعبه بعيده. بص انا واقف هناك واشوف. ايوه انا شايفك، انا واقف الناحيه الثانيه صعبه. وفي واحد بص، وفي واحد واقف قدامك حتى. والله انا بصراحه يعني مش يعني بقول ممكن حكام تحسبها، ممكن حكم ما هو الحكم، ما هو الحكم متهيألي مش رجع للفار في الكوره دي. لا بس هو لا لاعب كمل اللعب عادي، اصل دي كانت مؤثره في نتيجه المباراه يعني، المباراه كانت لسه 0-0 لسه ساعتها. بس انا عايز اقول حاجه بس، احنا في الماتش ده كنا كويسين قوي في الماتش. لا ما حدش بينكر يعني، احنا برضه عشان ايه يعني ما نقولش ان الاهلي كان، لا احنا كنا ممكن نجيب كمان في الاهلي جوان. ايوه الاهلي كان من اسوء الماتشات اللي لعبها، متفقين مع حضرتك في هذا الموضوع. بس انا موضوع ضربه الجزاء ده انا برضه ما اقدرش احكم فيها. ما تقدرش تحكم فيها طبعا يعني، طبعا لا يكون في عون بقى الحكام لو على هذا الكلام، لانه فار اهو بقى لنا كتير. انا برضه مش هقدر اقول لك برضه اللي هي ضربه جزاء برضه يا اسلام، لان طبعا انا كسبان الماتش ما اقدرش اقول لك ضربه جزاء. طيب لا احنا بنقول ان هي ضربه جزاء، وهو ده اللي يهم جمهور النادي الاهلي الحقيقه، لانه في الاخر انت كسبت الاهلي اكيد طبعا يعني، في الاخر انت كسبت الاهلي وكسبت الزمالك اكيد الحمد لله، وعدقت تعادلت مع بيراميدز وتعادلت مع الاسماعيلي نتائج قويه يعني. كسبنا انبي، كسبنا الجيش، كسبنا الانتاج، كسبنا الدجله، تعادلنا مع الاتحاد في ملعبه عندنا. انا عملنا نتائج الحمد لله كويسه يعني، نتائج كويسه جدا يعني. يعني انت راضي عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها؟ الحمد لله طبعا. السنه طبعًا اللي كنت موجود طبعًا فيها طبعا اكيد.